بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع الكورس تبعنا وبناء لاب شبكي كاملة من الصفر حتى النهاية إن شاء الله. شرحنا بالفيديوهات اللي قبل عن الباسيف كومبوننتس، وحددنا عدد النقاط اللي بدنا إياها والأماكن تبعتها، وهلأ صار جاي دور الأكتف كومبوننتس. الأكتف كومبوننتس مثل ما شرحنا هي شو بدنا راوترات، شو بدنا سويتشات سواء كانت لاير 2 او لاير 3، فاير وول الى اخره. يعني زي ما قلنا الاكتف كومبوننتس هي اي هاردوير نحن بنشتغل فيه، يعني اي شيء فيه كهرباء الكترونكس. قبل ما نطرق لهذا الموضوع كان لازم اشرح التوبولوجي اللي بدنا نشتغل عليها، يعني قبل ما نختار شو الديفايسز اللي بدنا نشتغل عليها سواء كان سويتشنج ولا سويتشات ولا راوترات، فكان لازم نشرح التيبولوجي والفرق بيناتها واي تيبولوجي نحن نعتمدها. فلما نروح لهون حنلاقي في نوعين من التيبولوجي زي ما نحن بنعرف. في نوع اسمه اللهم صل على سيدنا محمد 3 تير تيبولوجي، وهي هل بسموها تراديشنال اولد سكول، يعني المدارس القديمه، وهلا حشرح ليش. وفي عندك التو تير، نحن حنشتغل اللاب تبعنا ان شاء الله على التو تير. شو الفرق بيناتهم؟ تو تير او كولابس كور بسموها. انت لو لاحظنا هون عندنا تتقسم لثلاث اقسام بالثري تير. عندك اول شيء الاكسس لاير، لو حطيناها هيك هيكون هاي الاكسس، وبعدين في عندك الكور لاير، عفوا ديستريبيوشن اوكي الموزع، وبعدين الكور لاير. هتلاقي عندك ثلاث طبقات بس. بينما هون بالتو تير شو اللي صار عندي هون؟ انا اكسس لاير نفسها مثل ما هي، وبعدين ما عندي ديستريبيوشن ولا عندي كور لاير، دمجوا الاثنين مع بعض. يعني وفرنا هون دمجنا الاثنين مع بعض، لان خاصه العميل قال انا ما بدي ادفع كثير. فالكور لاير لما يندمج مع الديستريبيوشن فشو اعطاني هون؟ اعطاني طبقه سميناها كولابس كور لاير. كولابس يعني مضغوطه او مدموجه، يعني دمجنا طبقتين بطبقه واحده. على الاغلب بطل عندنا الديستريبيوشن فصاروا الاثنين هي طبقه واحده. طيب ليش زمان كانوا يستعملوا هاي الطبقات؟ هلا اول شيء كان عندنا السرعات محدوده. اليوم نحن عندنا سرعات عم تحكي لما الفايبرات عم توصل عندك عم توصل 10 جيجا بت بير سكند و40 وفي 100، ففي عندك صارت سرعات مهوله. فكانوا بس بيحطوا الكور لاير، الكور هذا هو بيوصلوا عليه مثلا الشغلات بيسموها سيجنيفيكانت. شو يعني سيجنيفيكانت؟ يعني زي الراوتر عندك فاير وول مثلا تحته هون كان بتوصل عليه، فاير وول هون بتوصل عليه، السويتشات بتوصل عليه، وكمان الربط بالديستريبيوشن برضه بتوصل عليه. طيب وطبعا عشان يزيدوا كمان السرعات كان يستعملوا الايثر تشانل زي ما هون مبين عندنا. اليوم احنا عندنا سرعات غير، وهذا بيحددوا كمان قديش كبير الشركه عندي. تمام، يعني الشركه عندك اذا فيها عندك 40 50 موظف ما محتاج تحط هاي التكاليف الباهظه على الفاضي. اللي نحن رح نشتغله هون حنشتغل على الكولابس كور. شو يعني اكسس لاير ديستريبيوشن لاير وكور لاير؟ الاكسس لاير اصلا هو اي شيء بتوصل عليه باللاير 2. يعني انت عندك اي اجهزه كمبيوتر تتوصل على الاكسس لاير، كاميرات اكسس لاير، تليفونات اكسس لاير، واي فاي اكسس لاير، طابعات، برنترات اكسس لاير، باركود سكانر، اي نتورك نود، اي جهاز على نتورك على الاكسس لاير. وعلى عندك خليني اشرح على الكولابس كور هون، وعلى الكور لاير هذا خلينا نسميه كور مبدئيا، بحط عليه هون مثلا هون شو بعمل عليه؟ لاير 2 فيلانز، وهون بعمل عليه لاير 3 فيلانز او اللي بيسموه الاسم العلمي تبعه اس بي اي. اوكي، وهون شو باجي بحط عليه؟ بحط عليه الراوتر بوصل عليه، والراوتر وفاير وول اذا عندي تحت الراوتر فاير وول، تحت الراوتر عندك هون فاير وول. ف دائما هلا صرنا نستخدم، وخاصه حتى كمان الشركات الكبيره على فكره صارت تقول لك لا انا بحطها على الكولابس كور احسن شيء،
بدفع شوي زيادة، بجيب مثلا هون 4000 سيريز أو سيريز 6000 وبمشي دنيتي عليها. والأبلينكس اللي هو الفايبر أبلينك مثلا بعمله 40 جيجا بت بير سكند وإلى آخره. طيب نشرح شغلة تانية كمان. بالوضع الطبيعي أو بالمشاريع المضبوطة يعني، شو بيصير عندنا هلا؟ هون مثل ما أنتم ملاحظين هون عامل إيثر تشانل هون وموصل بيناتهم، والاكسس موصل وحده على الكور وحده هون. نحن بالمشاريع اصلا ما بنشتغل هيك. اضبط شيء تشتغل على شيء اسمه ستاك كيبل. يعني لو عندك انت مثلا اكسس سويتش هون، واكسس سويتش ثاني، واكسس سويتش ثالث ورابع اذا بدك، ففي عندك ستاك كيبل. طبعا الستاك كيبل كمان انواع لانه بيزيدك السرعات. في عندك فليكس ستاك، وفي عندك شيء اسمه انتربرايز ستاك، بتوصلوا بتوصيلة معينة. طبعا احنا ما عم نشتغل الستاكينج على هون لانه ولا الايف ان جي والجي ان اس 3 ما بدعم. فلما وصلوا على الستاك هون انت بتكون شايفه هذا كلياته از وان سويتش. يعني اي كوماندات عم تتعامل معها بالجلوبال كونفيجريشن هي عم تطبق على السويتشات كلياتها. وطبعا الستاكينج بيزيد لك السرعه. يعني فليكس ستاك اي ثينك بيخلي السرعه الداخليه بنقل البيانات يمكن 16 جيجا بت بير سكند، تمام. بينما عندك على السيميليتر هلا هون لما نحن نطبق ما احنا عم ستاكينج، لانه ولا سيميليتر بتمنى بدا يعمل الستاكينج عندك. فشو مثلا بنعمل ستاكينج وبتيجي من هون على الكور، على الكور 1 بتوصل له ابلينك فايبر او كات 6 اللي بدك اياه حسب الديزاين حسب الفلوس حسب اللي انت مسعره، وعلى الكور الثاني والكورس كمان تتوصل مع بعض ستاكينج على فكره برضه بتزيد السرعه. وعشان تزيد الريدندنسي عندك ممكن كمان تطلع ابلينك هون ابلينك هون، هلا بقول لك ليش، ومن هون ابلينك، مع انك تعمل ستاكينج، ومن هون ابلينك، ومن هون ابلينك، ومن هون ابلينك. ليش هذا الكلام؟ عشان انا اذا وقع عندي هذا السويتش الاولاني، طبعا حيوقع بكل الديفايسز اللي عنده، بس اللي بالستاكينج اللي تحت ما واقعين. فانا هون كنت محتاج ابلينك عشان يوصلني فيها على الكور اللي فوق كمان، فعشان هيك بامن حالي بكور. فالريدندنسي بتكون على مستوى الكابلات وبتكون على مستوى الديفايسز، تمام. يعني الديفايس انا عندي هون على الكور سويتش انا حطيت ديفايسين، هذول الديفايسين اذا واقع هذا الثاني شغال. طيب والاكسس هذا نفس الشيء هون اذا عملت ستاكن او ما عملت ستاكن. يعني انت شو نشوف كيف على مستوى هو من هذا السويتش طلع لك لينك، ومن هذا السويتش طلع لك لينك ثاني، عم بيأمن حاله ريدندنسي. هذا سويتش وهذا سويتش ثاني وهذا سويتش وهذا سويتش ثاني. طيب لو نحن قاعدين عم نشتغل مثلا ستاكن زي ما شرحنا قبل شوي، اذا هذول عملت ستاك مع بعض شايفه زي سويتش واحد، ما غلط اذا عملت له ابلينك كون وابلينك كون. بالعكس هذا هو الصح، ابلينك كون وابلينك كون وابلينك هون وابلينك هون. فايبرات فايبرات شغال عادي، كات 6 كيبل شغال عادي كمان، بس بفرق معك بالسرعات. طيب محتاج افتح نوت باد ثاني واشرح شغله. كل اللي تبعتنا نحن راح نشتغل عليها حتكون مرسومه بطريقه معينه. يعني كأنك هون اكتب معي اوكي، خليها على الاحمر ماشي. انت في عندك فيزيكال تيبولوجي وفي عندك لوجيكال تيبولوجي. لوجيكال اللي هو اصلا هي كيف ممكن المفروض تكون موصله، الفيزيكال انا حقيقي كيف بوصلها. احنا اليوم اللاب عندنا حيكون في عندي راوتر هون وراوتر هون، فاير وول هون، فاير وول هون، وعندك كور هون، وعندك كور هون. يعني بس نكتب عشان ما نضيعش، كور وكور ثاني، وعندك هون فاير وول، فاير وول، عندك هون راوتر، عندك هون راوتر. طيب التوصيلي عندنا الفيزيكال كيف راح تكون متوصلة؟ عندك الفاير وول لازم توصل له تو لينك، واحد الانسايد زون، وخليني اغير الاسود
هبطه هيكون الثاني ده الاوتسايد زون، يعني هذا اوتسايد وهذا انسايد، تمام؟ وهو نفس الشيء، هذا اوتسايد الاسود، ولو قلت له الاحمر اوت انسايد. وعلى الراوتر طبعا من هون هذا برضو اوتسايد اسمه، خليه بالاسود عشان نضبط الكلام. هذا اوتسايد وهذا اوتسايد. وطبعا حيكون في عندك هون الاكسس سويتش، حتكون مثلا عندك واصل كيبل هون وكيبل هون. الداتا وهي طالعة كيف راح تطلع؟ راح تطلع من هون للكور، ومن الكور للفاير وول. انا لهون اسمي انسايد، اوكي؟ ومن الفاير وول للراوتر، ومن الراوتر بيطلعني على الانترنت. هذا الفيزيكال، انا هيك راح اوصل حقيقه. بس اللوجيكال يعني الفرضيا هو كيف؟ انا عندي راوتر هون، خليني بس ارسم سايد واحد، مش راح ارسم الجهتين. عندي راوتر هون وعندي فاير وول هون وعندي كور هون وعندي اكسس سويتش. حلو، الاكسس طبعا واصل على الكور، والكور واصل هذا قلنا لغاية هون، هذا انسايد زون اسمه. الانسايد زون هي الزون اللي بتكون داخلية. داخلية يعني وين؟ يعني عندي اللانات تبعتي، الفيلانس تبعوني، الكمبيوترات مثلا. طيب، ولو رحنا على الاسود هون، هاي صارت هون الاوتسايد. طبعا هذا مطلعني على الانترنت، هون على الانترنت طلعني. انسى هاي، هذا هون اللوجيكال تيبولوجي تبعتي. هيك حيكونوا هذا اول شيء المقابل للانترنت هو الراوتر، بعد الراوتر في فاير وول، وبعد الفاير وول في الكور، وبعد الكور في اكسس سويتش. يعني الداتا هي طالعه هيك من انسايد زون، من انسايد زون الاوتسايد زون لهون طالع. عشان هيك بالتيبولوجي هاي تبعتي هون كان لازم بدك لينكين، لانه انا عم بوصل كل شيء على الكور. كيف عم بوصل كل شيء على الكور؟ لا هذا عفوا، هون غلطنا، التوصيلات ما هيك حتكون. التوصيلات هلا بنوصلها بطريقه ثانيه، بس خليني امسحها. حتكون بكل بساطه عندي عندي راوتر هون برضو، خلينا نكبره بس، تمام. هكون في عندي راوتر هون وهون راوتر تاني عشان الريدندنسي. وبعدين صور لي، خليها هون فاير وول، هذا فاير وول اثنين وهذا فاير وول وليكن واحد. وفي عندي فور هون واحد، وهون في عندي كور اثنين. التوصية حتكون فيها، هذا عندك من فاير وول هون، هذا الانسايد زون انسايد، اوكي. وفي عندك، خلينا نقول الاوتسايد اسود، هعمل واحدة تاني، اوكي. هذا اوتسايد. في عندك الراوتر طبعا هو بالاوتسايد، فهخليه بالاسود. واصل كل وكل شيء واصل على الكور عندي، تمام. نرجع الاحمر شوي. وطبعا في عندك هون نفس النظام، هون باك تو باك بالراوترات حتكون. وفي عندك هون انسايد، ونرجع نعطيه بالاسود اوتسايد، اوكي. والراوتر طبعا واصل، ما في عندي فيزيكال كونكتيفيتي بين فايروول والراوتر، ما في. وطبعا في عندي كونكتيفيتي للفيل اوفر، الفايروول بالفايروول. وعندي هون لو كان عندي اكسس سويتش، هيكون واصل كيبل على الكور الاول وكيبل على الكور الثاني. ولو عندي اكسس سويتش ثاني، اوكي، حيكون كيبل هون وكيبل هون كمان عشان الريدندنسي.
فهي التوبولوجي فيزيكال هيك رح نوصلها. اوكي، ننتبه على موضوع لانه كثير في عالم بتلخبط بين الانسايد والاوتسايد. اوكي، لانه الفايروول اصلا بتعامل بزون. اوكي، بيقسم زون مناطق، يعني بيقسمها انسايد اوتسايد، هذا شيء اسمه دي ان زي اللي هي ديثرمالايز زون الى اخره. فهيك بس فيزيك لوجيكال منطقيا يعني كذا، كيف بتكون متوصله بهاي الشكل. اتمنى يكون درس اليوم واضح وما فيه شيء صعب، وان شاء الله بنشوفكم نكمل الاكتف كومبوننت شو هني الكومبوننت اللي نستخدمها من سيسكو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.